160. امبارح وانا قاعد اقرا بيان مجلس التعاون الخليجي عن مصر وقطر، معرفش ايه اللي فكرني بالزعيم عادل امام وهو بيقول ضربني بوشه على ايه ده سعاده البيه. ده بالظبط اللي اشقائنا في الخليج عملوه لما اتهمونا احنا بالاساءه لقطر. يعني هم شايفين قطر وجزيرتها ليل نهار يشتموا فينا ويستضيفوا المعارضين والهربانين من احكام من ارهابيين الجماعه اياها، وبرضه احنا اللي وحشين. على عموم وزاره الخارجيه طلعت بيان ان مصر، يعني بيان شيك برضو، ان مصر كانت تامل ان موقف امين عام مجلس التعاون الخليجي يعكس قراءه دقيقه للموقف المصري، وان البيان الرسمي الوحيد اللي صدر عن وزاره الداخليه المصريه حول الحادث تضمن معلومات مثبته ودقيقه بشان الارهابي المتورط في العمل ده وتحركاته الخارجيه خلال الفتره الاخيره. السلطات المصريه ما زالت تواصل جمع خيوط الجريمه دي وكل المعلومات الدقيقه والموثقه اللي تخصها، ومين مولها ومين خطط لها ومين ساهم في تنفيذها